حققت الفنانة مي عمر نجاح فني كبير في فترة قصيرة، وكانت بدايتها الفنية مع زوجها المخرج محمد سامي، وعشان كده دايما بتتوجه لها الاتهامات بأنها دخلت الفن بالواسطة. طب ازاي دخلت مي عمر المجال الفني؟ وايه تفاصيل قصة حبها وزواجها من محمد سامي؟ وليه انفصلوا لمدة 5 سنين؟ وازاي رجعوا لبعض تاني؟ كل ده هتعرفوا معانا في الفيديو ده. اتولدت مي عمر في 10 اكتوبر سنة 88، وتخرجت من كلية الإعلام قسم الصحافة في الجامعة الأمريكية. حبت التمثيل من أيام المدرسة، لكن أهلها رفضوا في البداية، لكنها شاركت في مسرح الجامعة الأمريكية وأخفت حبها للتمثيل عن أهلها بسبب رفضهم للفكرة. بعد زواجها من محمد سامي قالت له على رغبتها في دخول مجال التمثيل، فرحب بالفكرة ويساعدها على دخول التمثيل، وبدأ محمد سامي يخلي مي يتشارك معاه في أعماله. كان أول عمل فني ليها هو مسلسل حكاية حياة في 2013. بعدها قدمت مي أعمال فنية مع محمد سامي وغيره من المخرجين، ومن أهم أعمالها الدرامية الأسطورة وعفاريت عدلي علام وريح المدام وولد الغلابة ولؤلؤ والفتوة ونسل الأغراب ورانيا وسكينة وعلاقة مشروعة، وقدمت عدد من الأعمال السينمائية منها تصبح على خير وآخر ديك في مصر وهارلي. بسبب مساعدة محمد سامي لها في مشوارها اتعرضت مي لانتقادات كتير، وتوجهت لها اتهامات بأنها دخلت الفن بالوسطى. وردت مي على الاتهام ده وقالت ده اتهام هيفضلوا يتهموني بيه بسبب أن بدايتي كانت مع محمد سامي وهو اللي قدمني، بس معنى كده أني أنا ما بشتغلش على أدواري؟ ده بالإضافة أني اشتغلت مع مخرجين تانيين، وفي الآخر مش بيهمني اشتغلت وسطى ولا لا، المهم جودة العمل. مي عمر اتجوزت محمد سامي بعد قصة حب قوية جمعتهم. اتعرفوا على بعض أثناء فترة دراستهم في الجامعة الأمريكية، فهم كانوا زمايل في نفس الكلية لمدة سنة واحدة قبل ما يحاول محمد سامي لجامعة تانية، لكنهم فضلوا أصدقاء مقربين. استمرت صداقتهم لمدة 3 سنين. الصداقة تحولت لحب، وقال محمد سامي إن هو اللي حبها الأول وقرر يخطبها، بالرغم انها في الوقت ده ما كانتش لسه حبته. ولما اعترف لها بحبه ورغبته في الارتباط بيها رفضت، لانها كان عندها خوف من الارتباط. طلب سامي منها رقم والدها عشان يكلمه، لكن هي رفضت تدهوله، وهو شاف رقم والدها على تليفونها وحفظه وكلمه وقال له انا اسمي محمد سامي وما بشتغلش حاجه خالص وعايز اخطب بنتك. فوالد مي رد عليه وقال له طيب انا هكلمك، لكنه ما كلمهوش. فاتصل بيه تاني وفكره بطلبه انه يتقدم لبنته، وكان محمد سامي وقتها عنده مكتب صغير في المهندسين. والد مي قال له انه هيعدي عليه في المكتب، وده لانه ما كانش عايزه يجي البيت. وفعلا راح له المكتب واتكلم معاه وارتاح له في المقابله ووافق انه يتقدم لمي. وقال محمد سامي لاهله وهم رحبوا بارتباطه بمي، وفعلا اتخطبوا. خلال فتره الخطوبه حصلت مشكله لمحمد سامي مع واحد، واتخانق معاه خناقه كبيره جدا قدام حماه، وبسبب الخناقه دي قرر والد مي انه يفسخ خطوبتها منه. وحاولت مي ترجع والدها عن قراره، واكدت له ان تعامل محمد سامي معاها مختلف عن تعامله مع اي حد، لكنه قال لها لما تتجوزوا وتتخانقوا هيعمل كده معاكي وتمسك بقراره. وبعدها كلم محمد سامي وقال له انا بحبك جدا وانت كويس جدا، بس مش لبنتي، لان بنتي عصبية وانت عصبي، فمش هينفع تكملوا مع بعض، وانا هعدي عليك اجيب لك الشبكة. وفعلا فسخوا الخطوبة. انفصلوا لمدة 5 سنين، وخلال الفترة دي اشتغلت مي في الشركة في جاردن سيتي، لكن الشركة بعد كده نقلت مقرها للزمالك، وبالصدفة كان مقر الشركة الجديد في نفس العمارة اللي ساكن فيها محمد سامي، فرجعوا يتقابلوا تاني. وبعدها قرر سامي انه يتقدم لها تاني، فراح شركة باباها واقتحم مكتبه وقال له بالله عليك جوزها لي بقى، وبدأ يقنعه انه خلاص اتغير وانه كبر وعقل، فوافق واتخطبوا تاني. محمد سامي قال ان والدته كانت معترضة على رجوع المي، وده لانها اتضايقت جدا لما والدها فسخ الخطوبة اول مرة، لكنه اقنعها انه بيحب مي وانها اكتر واحدة هتسعده، فوافقت انه يرجع لها. محمد سامي اتجوز مي عمر في اكتوبر 2010، وعملوا فرح كبير حضره عدد من الفنانين منهم الفنان تامر حسني، ورزقوا ببنتين هما تايا وسيلين، ونشروا بعض الصور اللي بتجمعهم مع بناتهم على حساباتهم على السوشيال ميديا. وكشفت الصور ان تايا بتشبه والدها محمد سامي، لكن سيلين اقرب في الشبه لوالدتها مي عمر.